معايا دلوقتي فطيره هعملها، فطيره الموز بطعم الفانيليا. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه، ونقدم الموز بشكل جديد وبطعم جديد لاولادنا، عشان الموز غني بفيتامينات كتيره قوي ومعادن كتيره، منها الكالسيوم، منها البوتاسيوم، السكريات بتاعته مفيد جدا للرياضيين، بيعلي الذاكره، بينشط الذاكره، بيلعب دور كبير في تنميه العظام وتقويه العظام. الموز يا اخوانا مفيد، ولكن افكار كتيره وبسيطه وسهله ان احنا نقدمه بشكل جديد. تفاصيل صغيره، معنى كبير، طعم جديد. فطيره الموز على طريقه الشيف المغازي. المقادير على الشاشه، نبص عليها تاني مره. معلش، موز مستوي زياده شويه. دقيق، زبده في المقادير، العجينه، بيضه، فانيليا، بشره ليمون، رشه ملح، رشه سكر. احنا اختصرنا الوقت وعجلنا العجينه لان احنا عجلنا نفس الطريقه دي قبل كده، وزبده وفانيليا وسكر بودر وشويه قرفه ناعمين. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي، ولكن خلونا واحنا شغالين نشوف ايه اللي على النار، عشان ده كمان مطلوب ما ننساش مع بعض. بس انا دلوقتي بعمل ايه يا شيف؟ بعمل شويه فانيليا، شويه فانيليا. فانيليا دي اللي هي عباره عن نشا، شويه حليب، وشويه سكر. هستخدمهم انا في الايه؟ في الفطيره بتاعتي. حلو؟ بس خلاص، لا تخف. اهي حلو، ده بالنشا كده بس خلاص، ياخد قوام معايا. مهلبيه يعني من الاخر، بس لها قوام شويه. حلو، بس خلاص كده تمام القوام ده زي الفل. عندك شويه مهلبيه في الثلاجه طلعيها، انا عايز طعم المهلبيه والفانيليا في الحلو ده كده. انزل بالفانيليا بتاعتي، انزل بشويه قرفه. الله، شوف التركايه بقى، شفتي؟ عشان بس انت تقولي ايه، شوف المغاز ده عندها دي سنه بابريكا. بص نازله على بابريكا اهي اهي. يا ويلي يا ويلي على الابداع. ونقلب دول كده مع بعض. السنه السبايسي كده او سنه البابريكا في قلب الخلطه دي مع الموز هتخليكي تاكلي فطيره واثنين وثلاثه واربعه. هناخد دول كده على جنب ونخليهم. عايزهم انا دول. الله الله على ريحه الفانيليا مع القرفه مع السبايسي من البابريكا، وكعبين من الزبده على البارد. نقلب تاني، يجي عند النار هنا كده. شفتي تسيح الزبده كده على البارد. عايز ايه بس قول لي. طب حاضر، ايدي حاضر حاضر، انا اسف. حاضر حاضر حاضر، بس انا عارف انك شاطر. طب حاضر، الزبده ساحت اهي، شفت الزبده ساحت وراحت مطرح ما راحت اهي. فين الزبده اللي كانت شويه؟ راحت اهي. شفت القوام ده كده؟ حلو، بس هنخليهم على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد العجينه بتاعتنا الحلوه دي كده بالنشابه الحلوه، وتعالى اعلمك تعمل فطيره بالموز. قولي معايا حقوق الطبع لدينا وبس. الله، عايزينه يغلي وهو المطلوب انه يغلي. ايوه طيب تمام زي الفل. هنمسك العجينه بتاعتنا بالشكل ده كده، ومعايا طبعا قالب اللي هو بتاع التشيز كيك، بتاع اي فطيره بنعملها، بتاع التارت اهو. نفرد العجينه كده بالشكل ده كده. العجينه دي مكوناتها تاني دقيق، كوبايتين من الدقيق، بياخدوا بيضه، شويه فانيليا. طالما بتعملي فطيره بالموز بالفواكه، حطي بشره ليمون او برتقان في قلب العجينه، وما تنسيش رشه ملح ورشه سكر وشويه بيكنج باودر. ليه البيكنج باودر يا مغازي؟ عشان تبقى العجينه هشه معانا. نفرد العجينه بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، ونريحها قبل ما نقطعها.
يعني نريحها قبل ما نقطعها عشان ما تتكشش معاكي بعد الايه؟ بعد التقطيع. ارفع يا سمسم، اللهم صل على النبي. نشيل دي كده عايزينها، ناخد العجينه دي كده نرجعها للطبق ده كده. لسه ما خلصتش. عيني. زي الفل. حاجات جديده وبسيطه وسهله. من الساده المشاهدين اللي بيتابعوني دلوقتي حد يقول لي ان احنا عندنا الموز بنسيبه عندنا لغايه لما يسود. حلو قوي، تمام اهو. مقادير على الشاشه تاني مع حضراتكم برضو، بص عليها شوف انا بعمل ايه. ده العجينه الباقيه عندي. عايزك تبقى شطوره كده زي الشيف المغازي، الله يبارك لك. باقل تكلفه، باقل امكانيات، بفكر بسيط وسهل بتاخدي الحاجه في مكان تاني. درجه حراره الفرن عندي يا مغازي 180 زي ما هي كده. ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل هنا يا مغازي حاجتين مهمين جدا. العجينه بتبقى كريسبي معايا، وفي نفس الوقت كمان الحاجه اللي انا حطيتها فوق دي كده، شفت ده مكعبات زبده. بغذي العجينه كده بزبده. عينيه. حاضر، زي ما هي كده. والله الموضوع هنا بتكلفه فنيه طهويه اكتر من الماليه. يعني ايه مغازي؟ الموز والله عندنا نص كيلو موز، شويه دقيق، معلقه سكر، معلقه ملح صغيره، خدناهم مع بعض كلهم، عجننا العجينه بنفس الفكر الطهوي ده كده، هندخلها الفرن. بص على الحلاوه بقى. استخدمي زمان شغال كده. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوه، بص على الشقاوه بقى، بص على الفكر البسيط، افكار بسيطه. هو ده. ايه اخبار الفطيره يا ويلي؟ صل على الحبيب قلبك يطيب. خلينا نطلع الفطيره ونبص عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الفطير خمسة هوا والفطيرة على هوا. دلعني يا هوا. هو ده. ما اقولكش، ما اقولكش، صلي على الحبيب قلبك يطيب.